السلام عليكم شباب مصر العظيم، أعزائي المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم في لقاء على الهواء مباشرة في سلسلة لقاءات معاك أونلاين. ضيفنا النهارده هو العالم الجليل مولانا دكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو مجلس وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء المسلمين وهو معانا النهارده اونلاين هيجاوب على الاسئله بتاعه حضراتكم اللي جت على الويب سايت بتاع وزاره الشباب من خلال اذاعه شباب مصر وقناه اليوتيوب بوزاره الشباب والرياضه فمرحبا بكم جميعا يعني منورنا مولانا اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير والمشاهدين الكرام من الشباب بخير وربنا سبحانه وتعالى نساله ان تمر هذه الشده والازمه بخير وتعود بخير أيضا على البلاد بالرغم من أنها محنة ومحنة شديدة إلا أننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها منح وليس منحة واحدة إن شاء الله مولانا وفضل دعائك وفضل المسلمين والمسيحيين مصر إن شاء الله يبقى يعدل الموضوع على خير إن شاء الله الأسئلة اللي متوجهة من الشباب لحضرتك الأول سؤال من بسندة سامي الرفاعي هو تشابه أسماء محاسبة سؤال بتقول حدثنا عن حياتك كإنسان إزاي حضرتك بتقضي يومك اهتمامات حضرتك إيه هوايات حضرتك إيه في الحياة العامة يعني طبعا يعني بس لازم بسنت تعرف إن أنا يعني تجاوزت سن السبعين بالهجري وحد سن السبعين هناك برنامج آخر غير برنامج الشباب فالبرنامج الآن لم يكن هو البرنامج الذي كنت في شبابي فيه والذي بدأ هذا الشباب في عصرنا في سن 15 سنة دلوقتي بقى الطفولة ممتدة إلى 18 سنة والشباب من 18 إلى 35 بموجب الدستور لكن على ايامنا كان سن ال 15 هو بدايه الشباب. اما البرنامج فانا بيبدا بالنسبه ليا ما قبل الفجر بربع ساعه او نحو هذا الواحد يقوم يصلي له ركعتين اذا امكن او يؤذن عليه الفجر فيستيقظ والحمد لله رب العالمين ربنا ممكننا حتى الان ونرجو الله ان يتم علينا نعمته. بصلاة الفجر. وبعد ذلك بنجلس نقول الاوراد والاذكار النبويه والقرانيه وكذا الى اخره ببرنامج بنمشي عليه وماشيين عليه منذ سنين طويله الى ورد يومي بعد يعني بنستغل فتره ما بعد الصلاه لغاية الشروق في بعض الأيام وفي بعض الأحيان بيبقى الواحد نايم متأخر فبيضطر إن هو بعد ما يخلص الأوراد يقوم ينام غير منتظر الشروق. طبعا النبي أرشدنا بإنه هو اللي يقعد لغاية الشروق ويصلي الضحى أو يصلي ركعتين إشراق فإنه يكون له أجر عمرة تامة. وهذا الفضل إحنا بندعو الناس إليه دلوقتي بعد ما اضطرينا الى تعطيل العمره والحج ان شاء الله الحج يكون الازمه انفرجت لكن العمره والغائها و... و... كان طبعا قرار حكيم لانه ده تنتشر بموجبه الاوبئه ولكن مكره اخاك لا بطل كما يقول المثل العربي. بعد ذلك وهل يا مولانا حدث في التاريخ ان العمره اتلغت او الحج اتلغى نتيجه اوبئه او نتيجه امراض انتشرت يعني؟ هل حدث من قبل هذا الموضوع؟ هو طبعا في ما يسمى بالالغاء الكلي وفيما ما يسمى بالالغاء الجزئي والالغاء الجزئي مثلا في سنه يمكن 22 لم يخرج من مصر الحج مثلا يبقى الدولة ألغت موسم الحج ده الجزئي وبذلك كان هناك أعداد الحجاج حين إذن في هذه الأيام كانت مثلا سبعين ألف واحد فنلاقيهم مثلا في هذا العام اتناشر فقط أو عشرة فقط يعني على السبع من ال فده نسميه الجزئي وهذا حدث وحدث كثيرا كمان يعني حدث مرات عديدة عبر التاريخ بنقدر نقول انهم نحو 25 مرة في ال 1441 سنة اللي فاتت دي لكن هناك في بعض الالغاءات الكلية وهذا تم اغلبه كان بالحروب حرب الحشاشين اللي استولوا على الحجر الاسعد وقتلوا الحجاج ظل الحج ممنوع بعدها سنين. سنين سنين فقضيه الوباء اختلف فيها العلماء هل نمنع او لا نمنع فذهب علماء الى المنع الى منع الحج والى منع الامره إذا حدث وباء. وبعضهم قال إنه يعني يتخذ إجراءات أخرى غير المنع، وهذه الإجراءات أصبحت صعبة بالنسبة لعصرنا الحاضر. فمال العلماء المعاصرون للرأي الأول اللي بيقول بالمنع لعدم الإنتشار لأن النبي عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك وغير هنا بتشمل المسلمين وغير المسلمين لأن وباء لا يعرف الديانة ولا يعرف الوطن ولا يعرف شيء ده وباء منتشر ولذلك فما اتخذته السلطات السعودية صحيح من الناحية الفقهية والشرعية ونرجو الله سبحانه وتعالى ومن عنده وحده رفع هذا الوباء والبلاء نرجع مرة تانية إلى برنامج الـ 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 اليوم اللي بسنت بتسال عنه بعد كده بقى بنشتغل بعض الاشتغالات اللي هي اذا كان في ورق عايز يتقري اذا كان في ورق عايزة يتكتب اشياء من هذا القبيل ثم نفت مسؤوليات مصر الخير ومنها مسؤوليات أوه. بصر الخير ولكن بعد كده نتناول وجبه الفطار في حدود الساعه الثامنة بعد طبعا اخذ الادويه اللي بيرشد اليها الدكتور محمد وهكذا وتقويه المناعه الى اخره وبعد ذلك نبدا بقى بيقولوا عليها دوامه الحياه فالحمد لله ربنا ممكننا ان احنا ننشط في جهات متعدده كهيئه كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلاميه ك استشارات لبعض المؤسسات والبنوك كمؤسسة مصر الخير كرعاية شؤون الطريقة التي أنشأناها في سنة 18 وهكذا يعني الحياة وبنؤدي الفروض في مواقيتها إلى أن ينتهي هذا الحراك أو النشاط أو الحركة بالليل بيتع... يعني يتخلل هذا قضية الغداء وبعدين قضية الالتزام أيضا بالأوراد التي هي في الصباح خليناها بعد الفجر وفي المساء بنخليها بعد العصر بعد العصر ولا, العصر ولا, العصر بعد, العصر و... ولا بعد العصر على طول لا بعيد العصر ما بين العصر, بين العصر والمرضوع والمرضوع ما بين العصر والمغرب وبذلك بنكون ومن هذه الأوراد طبعا قراءة ما تيسر من القرآن أو الاستماع إليه لأن السماع يساوي القراءة أيضا فده البرنامج هل هل البرنامج حضرتك بيختلف في رمضان يا مولانا؟ يعني ما شاء الله شايفين حضرتك نشيط امبارح كنا مع دكتور نيفين كباج ودكتور اشرف صبحي في لقاء مع مصر الخير والنهارده في لقاء مع شباب مصر من خلال اذاعه الشباب والرياضه اذاعه وزاره الشباب والرياضه ف... في رمضان بحول الافطار الى فطار يعني بتناول كل ما اتناوله من دواء ومن طعام في الافطار بتناوله في الفطار بس بنختصر الامر في وجبتين الافطار والسحور خاصه ان الليل ابتدى اه يقل اه التغير ليس كثيرا يعني ما هوش جذري انما هو فقط تقطع النوم يعني بدل الواحد ما ينام له سبع ساعات في المعتاد ننام سته ونص وعلى مراحل ننام ساعتين ونص وبعدين ننام ساعتين ونص كمان ودي مساله شويه مرهقه للجسم ولذلك ب بيبقى فيه فعلا بذل مجهود في رمضان وانه اكثر مجهودا من من غير رمضان. الامتناع عن الماء ده مهم بالنسبه للسن بتاعي يعني فبنعوضه في ان احنا في الفتره المسائيه دي بنتناول الكم اللازم دخوله للجسم في من من السوائل او من الميه. فالحقيقة أن أنا مش شايف يعني فرق كبير ما بين رمضان وما بين غير رمضان والله سبحانه وتعالى هو الموفق